شهد اللواء مجدي عبد الغفار وزير داخلية مراسم تخريج وحلف اليمين لطلبة الدور الثاني من الفرقة الرابعة لقسم الضباط المتخصصين للعام الدراسي 2016-2017، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، حيث وجه وزير الداخلية التهنئة للخريجين وطالبهم ببذل كافة الطاقات والاقتداء برجال الشرطة الأبطال الذين زادوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن، حفاظا على ما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفترة الحالية، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد السلوك القويم وحسن معاملة المواطنين باعتبار ذلك أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، ولما له من أهمية في دعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.